يلا صباح خير، يلا صباح خير، يلا خلنا نقوم الحين، عندنا اجتماع إن شاء الله يكون الموعد في وقته. بسم الله توكلنا على الله. المغسلة، خلنا نروح نغسل. خلنا نشوف، نشيك على المفاتيح، على البوك، كل شيء معنا صح؟ في كل شيء معنا، مفاتيح السيارة، مفاتيح والبوك معنا، الفلوس والشيكات أنا نغسل ونجي هنا، هنا يلا نغسل. بسم الله طبعا. خلونا نكلمهم علشان يأكدون لنا الموعد بس. الو، تو ما بعرفك. Tom Connors here. How can I help you, sir? الو، السلام عليكم. الان انا بتجه ان شاء الله الى مطار لوسانتس، وباخذ طياره خاصه وبجيكم. ها، انتبهوا تكنسلون الاجتماع، لاني ابغى اشتري العقار هذا ضروري، رجاء لو سمحتوا. انا بدفع زياده 20%، ما في مشكله. يلا انا جايكم. السلام عليكم. Well, if you need anything, we're only a call away. يلا خلينا ننزل الآن، نروح ناخذ السيارة ونتجه للمطار. ناخذ السيارة هذه، لا هاي ناخذ هذه، يلا ما هي مشكلة، هذه تعتبر رخمة أيضا. بسم الله، تتجه إلى مطار لوسانتوس. كم الساعة الآن؟ وين أقرب طريق؟ والله عشان ما يجيك احد المستثمرين هذول الاجانب ولا العرب يجيك يشيل العقار هذا وتاجر العقارات، لازم ما يفوت العقار هذا لانه يبي يشتريه ويأجله. يلا والله جليل، نسرع جليت، انا قايمين قبل شوي الصباح، اعوذ بالله، شفت تاخرنا، شفت متاخر على الموعد. ليش كذا يا ابو الشباب الله يهديك؟ تبي تاخرنا يعني عن الاجتماع؟ خلنا ندق على باقيس اسمها عشان نطلب الطيارة الذهبية، إن شاء الله أكون حافظ اسمها يا رب، لأني من زمان ما سافرت. ويت منات، نو بلان، هي بلان، ايه اعتقد انها لوكسور، لوكسور دي لوكس اعتقد. ايه يب، Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. يلا هذه هي جاهزة الطيارة يا البوق، والان الشيكات معنا، البطايق معنا، كل شيء بالسليم. بسم الله. طبعا التوقيع بيكون في
المطار اللي صوب السنيورة، شاطئ سنيورة. هذه الطيارة طبعا تشوفونها، بسم الله وعلى بركة الله. نتجه خلنا نمسك الطريق. طبعا تقريبا اغلى طيارة هذه في جراند، قيمات شاريها انا بعشرة مليون تقريبا، عام 2016 تقريبا شهر 2016. يلا يا البوغو نتحرك عشان ما نتأخر على الاجتماع. الحساب عشان طبعا هذه الطيارة من جوا ما شاء الله، وكيف خدمات راقية. يلا ان شاء الله نوصل الاجتماع عشان ما حد يدفع قبلنا او متأخر الاجتماع، يجيك واحد من الآسيويين هذولي أو الأجانب الأوروبيين الأمريكان أو حتى العرب يجيك يشتري العقار هذا. بوقو عيني على العقار هذا، إن شاء الله ما يروح. إن شاء الله عقار أرض يعني متوسطة، ما هي بكبيرة، أرض يعني مساحتها يعني تعتبر يعني شبه كبيرة، يعني مساحتها تقريبا ما هي كبيرة مرة، يعني تقريبا 20,000 تقريبا أو 30,000. يعني كبر استراحتين كبار، تساوي استراحتين كبار عندنا هنا مثلا في الرياض، خلنا نقول في الرياض. ودائما الليل يداهمنا. لكن طبعا حجزنا دفعنا مبلغ 5000 دولار عشان الاجتماع، عشان نأكد انه بنحضر الاجتماع، فضروري ندفع احنا. لا هذا المطار الثاني احنا نبي، عشان نشتري مستودع هنا، مستودع حق ترفض اكيد الكل يعرفه. في حولها أرض هناك كبيرة مزروعة نشتريها إن شاء الله. هذا مطار قدامنا، ننزل فيه، ناخذ السيارة ونتجه إلى المكان. بس مشكلة الليل داهمنا، كيف نشوف؟ لا شوي هذا بوبي يصل بسلام. لا وصلنا، نطلب السيارة الآن. الو السلام عليكم. يلا جايكم جايكم، انا ان شاء الله جايكم، معليش تأخرت شوي بس ان شاء الله جايكم الآن. دقائق بس اطلب سيارة عن المطار واجيكم باذن الله.
ساندي شور. يلا بسم الله. هي أرض زراعية، نتجه الآن لها إن شاء الله ما أكون مضيع. بس أوه ورانا ها، ان شاء الله يكون الطريق صحيح. والله اعتقد لا مو صحيح، بس ما في مشكله، في ارض هناك بعد. ثانيه ترى ممتاز 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 ممتاز. هذا الهنجر حق تريفر، هنا طالع تريفر، في ارض حوله، ارض زراعيه، وفي ارض فاضيه ايضا، في كذا ارض هناك. هذه اول واحده هنا على اليمين تشوفونها، هذه هي اللي بيشتريها البوق زي كذا. طيب ما يحتاج نحضر اجتماع، نكلمهم بس. الو السلام عليكم. خل ارسلوا لي ايميل، على الايميل ارسلوا لي بس صورة الارض، والموقع موجود عندي، ارسلوا لي بس رقم حساب عشان احول لكم الفلوس باذن الله. وخلوا الوكيل يجيني عشان اوقع الاوراق من الاوراق هذه. يلا السلام عليكم. خلاص الحين بيجيني الوكيل حق الارض. هذا مطار تريفر، هنقرة تريفر، وهذه من الارض. هذه نشتري المشاتل هذه، شفتوا المشاتل هذه نشتريها مع الأرض هذه، نزرعها هذه الأرض، نمشي من هنا ما يضر، أهم شيء ما نخرب الأرض المزروعة. هذه شفتوا المساحة هذه اللي قدامنا اللي عليها النور، والمساحة هذه بيشتريها البوبي، وأيضا بنشتري جزء من هذه المشاتل هذه، أو الجزء هذا كامل، هذا اللي على اليسار هذا راح نشتريه. طبعا البوق معطيهم مبلغ 500,000 دولار، هم قالوا 600,000 دولار، بس وصلنا اتفاق معهم 500,000 دولار، لأننا جاهزين وشرايين يعني ما يحتاج يعني. يب الآن بس بنشيل هذه علشان البوق بيدفع، فالبوق ما يحب أحد يشوف حسابه. فيلا هنزلكم بس شوي. الآن البوق يتم عملية، الحين جاء الوكيل، وكيل الأرض، و بيدفع الآن البوغو، يدفع بالبطاقة الائتمانية، يدفع فيها قيمة 500,000 دولار، وبيعطيه سند وصل، وبيسجل اسمه في ال يعطيه الصك على طول، يعطيه الصك حق الأرض وخلاص. والحين تم الدفع، ومبروك البوق عليك هذه الأرض، هذه هذه واحدة هنا، وهذه هذه كلها طبعا اللي على اليمين على اليسار، وأيضا هذيك اللي هناك. شوفوا الحين حطوا فيها الرشاش الموية، شفتوا الرشاش الموية، إن شاء الله فيه كشاف صح؟ لا شفتوا الرشاش هذا علشان يضبطون زرع البوغو، هذه خدمة مجانية منهم طبعا.